اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما اطلع فاصل، هي حاجه قد تكون يعني شخصيه شويه، هي مش شخصيه بيا ولكن هي خاصه ببلدي. انا كنت في رحله، كنت في رحله خميس وجمعه وسبت في الاقصر. ايه الجمال والعظمه والتاريخ والناس الحلوه والاهلاويه الجدعان الكبار الجامدين. انا الحقيقه اللي شفته في الثلاث ايام اللي قعدتهم في الاقصر دول، انا قعدت خميس وجمعه، انا وصلت خميس الفجر، خميس وجمعه وسبت، وجيت السبت اخر اليوم. الثلاث ايام اللي انا قعدتهم دول من احلى ثلاث ايام في حياتي، في حياتي اللي انا شفته. انا ما قعدتش دقيقه الحقيقه، كنت بصحى من 8 الصبح وافضل الف على المعابد. و ايه حلاوه مصر دي؟ هو هي مصر دي حلوه للدرجه دي؟ انا حتى قلت ليه، انا قابلت الحقيقه مدير معهد الكرنك ومدير معبد الكرنك ومدير معبد الاقصر، والناس الحقيقه ناس قد ايه في منتهى الاحترام وقد ايه بيحبوا هذا البلد ووادي الملوك. رحت كل حته وقعدت مع المديرين وكل ناس والسياح وكل الناس اللي كانوا هناك. قعدت ثلاث ايام من احلى ثلاث ايام في حياتي، في حياتي والله بجد. يا جماعه انا بدعو الجميع ان هو يروح يزور هذه الاثار. الاثار المصريه حاجه رائعه جدا، هي بره كره القدم شويه، حاجه دلوقتي لكره القدم، ولكن بعد التطوير اللي بيحصل في الاقصر، ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ روحوا شوفوا طريق كباش ده عامل ازاي. والله بجد انا بدعو الجميع ان هو يروح يشوف ايه اللي اتعمل في الاقصر. طب روحوا شوفوا المعابد، المسلات اللي موجوده والحاجات كتيره جدا مش انا اللي هتكلم عنها، ولكن ايه الحلاوه. والله بجد يا جماعه انا بدعو كل واحد بيشافني ان هو حتى يفكر ان انت خد ولادك وروح. لو قادر ان انت تروح خد ولادك وروح، والموضوع مش مكلف قوي يعني. فحاجه مصر دي بلد جميله جدا ورائعه جدا، وعندنا من الاثار اللي يخلينا انا ببقى والله وانا واقف بسمع الشرح كده، ايه الحلاوه والجمال ده؟ جسمي كله بيقشعر، جسمي كله بيقشعر. وطبعا طبعا اهل الاقصر، اهل الاقصر ده برضه انا بدعو كل اهل الاقصر، لان انا في الاقصر حياتي كلها او القعده كلها كانت في النادي الاهلي، او كل الاهلاويه حواليا في كل مكان. بجد والله بجد انا الحقيقه انا بشكر كل اهل الاقصر، بشكر كل الناس اللي كانوا واقفين معايا. انا مش عايز اقول اسماء بس علشان ما انساش حد، لكن ده في اهل الاقصر. قد ايه هذا النادي الكبير العريق، قد ايه اسم النادي لما يبقى محطوط في مكان حاجه تاريخيه وحاجه كبيره جدا. انا بشكر برضو المدير التنفيذي للنادي الاهلي في فرع الاقصر الاستاذ ياسر. استاذ ياسر ده له دور كبير جدا في اللي بيحصل. نادي قد ايه في منتهى النظافه، في منتهى الجمال، في منتهى الشباب اللي جوه في منتهى الاحترام، حاجه تليق باسم النادي الاهلي. في مدينه اسمها مدينه طيبه تبعد عن الاقصر تقريبا 15 دقيقه او بالظبط 14 15 دقيقه بالعربيه. حاجه كده، ايه الجمال ده؟ تخش جوه بسين على اعلى مستوى، حاجات جوه على اعلى مستوى، ايه الجمال والحلاوه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ بجد والله الواحد كان فخور جدا. هذه هي تنمية الصعيد اللي الدولة دائما بتسعى ليها بالمناسبة، إن أنا يكون عندي، والأهلي طبعا طبعا بيشارك في هذه الأمور كالعادة، أنا عندي نادي كبير زي النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. شوفوا الناس اللي قاعدة عاملة إزاي، وشوفوا حبهم للنادي الأهلي إزاي، وشوفوا العاملين هناك. زي ما بقول لحضراتكم أنا بتكلم على الأستاذ ياسر لأنه هو مدير تنفيذي وهو الممثل للجميع الحقيقة، كل الناس اللي شغالة هناك زي واحد وحاجة محترمة، واسم النادي الأهلي يطغى على كل حاجة هناك. بجد والله أنا قد إيه الواحد كان مبسوط وسعيد إن أنا رحت شفت هذا المنظر الرائع وهذا النادي الكبير الرائع. والتنمية المجتمعية اللي بتعملها الدولة في الصعيد بتبدأ من الأندية، أو في جزء كبير من الأندية، والنادي الأهلي دائما ما يشارك في مثل هذه الأمور. الأهلي دائما في الريادة. ف أنا بدعو حضراتكم، أي حد بيتفرج عليا ولو يعني حد شايفني صادق في كلامي، بفضل حضراتكم روحوا الأقصر، شوفوا الأقصر عاملة إزاي. شوفوا الأقصر وحلاوة الأقصر. واللي مش هيشترك في النادي الأهلي الأقصر هيفوتوا كتير. أنا أقول ماليش دعوة بقى. يعني الأقصر كلها أهلاوية، يا جماعة الأقصر كلها أهلاوية جدا.
الاقصر كلها كلها بجد والله. انا ما مشيتش في حته غير لما شرفت وكان على دماغي من فوق الحقيقه، من اصغر حد لاكبر حد، اصغر سنا لاكبر سنا يعني. كل الناس كنت سعيد جدا ومبسوط. انا عايز اقول لحضراتكم حاجات كتيره جدا عن الاقصر، ولكن اتمنى ان حضراتكم في اول فرصه، اول حد يجي له فرصه ان هو يسافر الاقصر، سافر الاقصر وروح النادي الاهلي وشوف اللي بيحصل في النادي الاهلي، شوف الاقصر واللي بيحصل في الاقصر، وشوف اللي بيحصل في فرع النادي الاهلي في الاقصر. هذا هو الجمال، حاجه رائعه وحاجه جميله جدا بجد والله. شابوه للدولة المصرية، شابوه للدولة المصرية واللي بيحصل في الأقصر مش أنا اللي بقول، أهل الأقصر نفسهم هم اللي بيقولوا. وشابوه للنادي الأهلي ولشركة استادات الحقيقة اللي عاملة فرع هناك في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، حاجة تستحق الاحترام وتستحق إن احنا نقول أو إن احنا نبقى فخورين باسم النادي الأهلي إن هو موجود في الأقصر. وهذه هي واحدة من نتائج الشراكة الاقتصادية ما بين النادي الأهلي وشركة استادات الوطنية. كان نفسي بس، أنا آسف إن أنا دخلت حاجة شخصية حصلت وقلتها لحضراتكم، بس والله كان نفسي أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل، لأنه استمتعت جدا 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 على الرغم من التعب الكبير والشمس اللي كانت حارقة هناك على عكس الأيام دي هنا، لكن بجد والله استمتع. وروح وشوف بلدك وشوف ناديك اللي بتحبه عامل إزاي.